السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. تطبيق الآي موفي، التطبيق متوافق مع أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود وأيضا أجهزة الماك. التطبيق مجاني من شركة أبل لجميع أجهزة أبل، هو متوافق فقط مع أجهزة أبل. التطبيق لتصميم ومونتاج الفيديوهات ودمج الصور والفيديوهات مع بعض، ويعني أشياء جدا كثير. خلينا نشوف شرح التطبيق مع بعض. تطبيق الآي موفي عادة يجي الجهاز محمل فيه، ولكن لو ما هو محمل تقدر تستعلم عنه عادي جدا من الأب ستور، ولو ما حصلته أيضا بتلاقي رابط التحميل بصندوق الوصف. أول ما بتدخل التطبيق بيعطيك ثلاث خيارات بالأعلى: الفيديو، المشاريع، المسرح. لو دخلنا مثلا على المشاريع اللي هو من هنا تنشئ مشروعك، المشروع اللي هو المونتاج، بتضغط على إنشاء مشروع، بيجي خيارين اللي هو بتنشئ فيلم أو مقطع ترويجي. المقطع الترويجي اللي هو بيعطيك زي الأفلام أو زي المقاطع القصيرة، وإنت تقدر تعدل عليها، يعني إنت تقدر تختار أي واحد من هذول وإنت تقدر تعدل عليهم سواء بالكتابة اللي مكتوبة أو بتنويع الصور والفيديوهات اللي داخل نفس الفيديو. ولكن إحنا بننشئ مشروع من جديد، يعني كله العمل من إنتاجنا إحنا، فبنضغط على خيار اللي هو الفيلم. أول ما بتضغط عليه بيقول لك اختار اللي هو الصور أو الفيديوهات اللي انت حابب تنشئ من خلالها الفيلم اللي انت حابب تنشئه. مثلا خلينا نشوف الآن وظيفة هذا البرنامج أو وظيفة هذا التطبيق. لو بندمج مثلا فيديوهين مع بعض، أختار مثلا هذا أول فيديو وبعدها بضغط على إنشاء فيلم. الآن أنا اخترت فقط فيديو واحد عشان يسهل الشرح علينا. طيب ايش تقدر تسوي على هذا الفيديو؟ تقدر تضغط عليه مثلا مرتين من هنا، بيجيك اللي هو الاطار الاصفر. اول ما بيجيك الاطار الاصفر خلاص بيجيك من هنا اللي هي الخيارات. اول خيار عندك اللي هو تقسيم او فصل او تكرار او حذف، هذه كلها واضحة. خلينا نشوف مثلا خيار الفلاتر، تقدر تعدل على لون اللي هو نفس الفيديو من هذه الالوان اللي مختارة قدامك، تقدر تختار اي لون انت يعجبك، ولو مو حابب خليه أرجع إلى نفس الشيء اللي هو أول خيار عندك لا شيء. نجي إلى ثاني خيار عندنا اللي هو حرف التي اللي هو الكتابة على نفس الفيديو. لو اخترنا هذا الخيار بيعطيني أشكال جدا كثير، وهذه هي تأثيرات الكتابة كيف بتظهر عندك على الفيديو نفسه، وهنا بيعطيك اللي هو تبغاه بوسط الفيديو أو في أسفل الفيديو. مثلا خلينا نختار هذا الخيار ونختار الأسفل. الآن أضغط بأي مكان على الشاشة عندك وأكتب أي شيء وبعدها تم، وبكذا بيكون تأثير الكتابة معاك. لاحظ معايا كذا بيكون، لو ما عجبك أيضا تقدر تضغط على الفيديو مرتين وبيظهر لك مثلا الكتابة، تقدر تخليها بالوسط، تقدر تخليها بالأسفل، تقدر تغير اللي هو من الأشكال اللي واضحة عندك هنا بهذا الشكل، يعني عدة أشكال، وتختار أيضا موضع الكتابة. طيب الخيار الثالث اللي هو خيار الصوت، تقدر تتحكم بقوة الصوت 100% عن الصوت الأصلي للفيديو. من هنا تقدر توطي الصوت إلى هنا تكتمه نهائي، يعني كده ما في أي صوت بالفيديو، وهنا تقدر تخليه زي ما هو أو تخليه مثلا إلى 50 أو يعني على راحتك، تخفف من صوت الفيديو لو أنت بتضيف اللي هو مقطع صوت معك، فتقدر توطيه في نفس اللحظة اللي بيخش معك فيها الصوت. الخيار اللي بعده عندنا اللي هو خيار سرعة الفيديو، تقدر تبطئه، توقفه، تخليه مسرع، يعني على راحتك بهذا الشكل. من هنا اللي هو تسريع الفيديو، لاحظ معايا، ولو ضغط أيضا مرتين من هنا بيكون بالشكل البطيء. والخيار الأخير عندنا اللي هو قص الفيديو، لو سوينا علامة المقص تقدر بكل سهولة اللي هو من الأصفر من هنا اللي هي بداية الحدود تقدر تقص الفيديو بهذا الشكل. طيب هذه كانت الإعدادات البدائية للتعديل على أي فيديو. طيب لو تبغى تدمج فيديوهين مع بعض، حتضغط على علامة الزائد من هنا وتضيف مثلا أي فيديو آخر عادي، أو تكرر نفس الفيديو مرة ثانية. طيب الآن مثلا لو نبغى ندمج هذه المقطعين مع بعض، شوف هذا التأثير اللي بينهم، لو ضغط عليها بيجيب لك شكل التأثير، يعني مثلا هذا كده بيكون شكل اللي بينهم اللي هو الفاصل. لاحظ معايا اتغير
الفاصل بينهم، وعندك أشكال أيضا كثير. طيب الآن عدلنا على فيديو، دمجنا فيديوهين وتقدر أكثر إن شاء الله، مليون فيديو تقدر تدمجهم مع بعض. الآن لو بندمج نضيف عليهم أيضا صور، تقدر تختار أي صورة عادي جدا. بهذا الشكل أضفنا الصورة مع الفيديوهات. طيب لو تبغى مثلا تلغي صوت الفيديو، الصوت من هنا تلغيه نهائي وتضيف صوتك أنت مثلا، تضيف علامة الزائد وبتختار اللي هو الفويس أوفر. من هنا تقدر تسجل أي شيء وبتضيفه على نفس الفيديو، كده أنت لغيت صوت الفيديو وأضفت صوتك أنت. طب لو تبغى تضيف مقطع صوتي حيكون أيضا من خلال علامة الزائد، بعدين تتجه إلى صوتي وعندك خيارات جدا كثير. في موسيقى العرض هنا بيعطيك اللي هي من نفس الاي موفي، عندك شوية صوتيات أيضا، مؤثرات صوتية بيعطيك مؤثرات اللي هي الثواني قليل من نفس أيضا البرنامج، عندك اللي هو الألبومات أو قوائم التشغيل أو الفنانون أو إلى آخره، هذه من نفس اللي أنت محملها على تطبيق الموسيقى الرسمي عندك. طبعا لو ما تعرف كيف تحمل على تطبيق الموسيقى الرسمي عندك حتلاقي الشرح بصندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب الآن دمجنا صور مع فيديو، الآن دمجنا أكثر من فيديو، أضفنا صوت من عندنا، صوت من صوتك أنت أو صوت من المؤثرات الصوتية أو الملفات الصوتية. الآن خلينا نسوي مثلا فيلم من صور ونضيف صوت عليها. طيب خلصنا هذا المشروع خلاص، بتضغط على تم بالأعلى وبعدها بتحصل عندك هذا السهم، وبعدين تحفظها في ألبوم الصور عندك من خلال خيار حفظ الفيديو، وبكده بيحفظ لك هي في ألبوم الصور. طيب خلينا الآن ننشئ اللي هو فيلم من عدة صور وإضافة صوت، بنضغط على علامة الزائد أيضا فيلم، وبنختار اللي هو مجموعة صور مثلا بهذا الشكل، أوكي، بعدين نضغط على إنشاء فيلم. الآن إحنا اخترنا تقريبا 5 صور. طيب هذه هي طريقة تأثير الصور. لو أنت ما أنت حابب بهذا الشكل اللي هو تنزل معاك الصورة، بتضغط على الصورة مرتين وبعدين بيجيك تم تمكين، بتختار هذا الخيار، بكده بيثبت لك الصورة وما بيخليها تتحرك معك. لاحظ معايا الفرق بين هذه الصورة والصورة اللي بعدها. طيب هذا التأثير اللي بينهم زي اللي شرحناه في الفيديو، لو ضغط عليه تقدر تختار أي واحدة بينهم. طيب هو بيوسع لك الصورة كاملة، لو أنت حابب تأخذ الصورة بكاملها بكامل إطارها بتضغط أيضا عليه مرتين، طبعا لازم تكون شايل اللي هو الإيقاف، وبيقول لك باعد وقارب بينها بإصبعين بهذا الشكل. لاحظ معايا. طيب لو حابب تضيف عليها أيضا صوت بنفس الطريقة اللي سويناها بالفيديو، اللي سواء تبغى من صوتك أنت بتضيف من هنا، ولو حابب تضيف اللي هو من الأصوات زي برضو ما قلنا في الفيديوهات، اللي هو سواء من الأغاني أو إلى آخره، ولو حابب أيضا تضيف عليها فيديو، حابب تضيف عليها صور أخرى وإلى آخره. تقدر أيضا تغير فلاتر الصور، وتقدر أيضا تكتب على الصور بنفس طريقة الفيديو، وبالنهاية بتضغط على تم، وأيضا بنفس الطريقة السهم اللي هنا، وبعدين حفظ الفيديو. أنصحك بعد ما تحفظ الفيديو أنك تمسحه من نفس الاي موفي عشان ما ياخذ مساحة معاك في الجهاز. وصلنا إلى نهاية الشرح، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا باللايك والسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.